يا ساتر يا سيد، يا ساتر على فصلانك. عايز ايه؟ ليه اخلص القهوة؟ ايه ده بجد، احنا خلاص طلعنا على الهوا دلوقتي؟ طب معلش ممكن يا سيد تديني فاصل تاني؟ معلش يا سيد الحلقة تقعد، بس انت عارف القهوة بتاعتي. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، لاننا هنتكلم فيها عن فنجان القهوه. مين في العالم كله مش بيشرب تقريبا يوميا او كل يوم والتاني فنجان القهوه؟ خلينا نتكلم النهارده عن القهوه، هل فعلا هي ليها اضرار ولا لا؟ طب هي القهوة ليها فوائد ولا هي ملهاش فوائد اصلا؟ طيب لو انا عايز اشرب القهوة، ايه افضل تكنيك اشرب القهوة بيه علشان اخد منها اكبر واحسن فايدة لجسمي؟ كل ده هتعرفوه في الحلقة دي. بس قبل اي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار هخلص كوباية القهوة واجاوبكم عليه. قبل ما اكلمكم عن الفوائد وعن الاضرار، خلينا نتكلم عن اهم نقطة بتسأل عنها دايما. يا دكتورة، هل القهوة خطر على الكبد ولا لا؟ السؤال ده تقريبا بتسأله على طول، ودايما الناس بتبعتلي انها بتسمع ان القهوة ليها اخطار على الكبد. زي ما انتوا عارفين ان الكبد مهم جدا للجسم، لان هو بيعمل كذا حاجة مهمة. اول حاجة بيخلص الجسم كله من السموم، تاني حاجة بيساعد في صنع العصارة الصفراوية، وتالت حاجة ان هو بيظبط مستويات السكر في الدم. ده غير فوائد كتيرة جدا. الحقيقة انا عندي خبر حلو جدا، ان القهوة مش بتأذي الكبد خالص، بالعكس القهوة بتساعد على حماية خلايا الكبد، لان هي فيها حاجة اسمها المغذيات النباتية او مضادات الاكسدة. فالمغذيات النباتية النباتية اللي في القهوة بتعمل فوائد حلوة جدا للكبد. اول حاجة انها بتساعد في تنظيم العصارة الصفراوية، تاني حاجة انها بتقلل الالتهابات، ده غير انها بترفع من فيتامين دي، ومش بس كده، ده هي بتظبط نسبة السكر في الدم وبتقلل الانسولين. وركزوا على حكاية بتقلل الانسولين، لان معظم امراض الكبد بتحصل لما الانسولين بيترفع. علشان كده القهوة مفيدة جدا للكبد، على عكس كل الكلام اللي احنا بنسمعه عنها. طيب كده بقى نيجي للسؤال الاول، هل يا دكتورة القهوة فعلا ليها فوائد للجسم ولا ملهاش؟ الحقيقة القهوة ليها اربع فوائد مهمة جدا، ده غير فوائد تاني، بس انا هركز على اهم اربع فوائد. اول حاجة انها بترفع من معدلات الطاقة بشكل كبير جدا، وبتساعد الناس على انهم يتغلبوا على الشعور بالتعب، وده لان فيها نسبة عالية من الكافيين. تاني حاجة مهمة جدا في القهوة، انها بتساعد على حرق الدهون. تخيل ان انت تكون بتشرب مشروب انت بتحبه وبيفوقك، وفي نفس الوقت بيرفع معدل حرق الدهون. زي ما انتوا عارفين ان معظم ادوية التخسيس بتحتوي على الكافيين اللي موجود في القهوة، وعلشان كده لقيوا ان الناس اللي بتشرب قهوة معدل رفع حرق الدهون بيبقى اعلى من الناس الطبيعية بنسبة بتوصل ل10%. تالت فايدة بقى مهمة جدا في القهوة، انها بترفع من مستوى الاداء البدني للجسم بشكل كبير جدا. ليه؟ لان لما بتشرب القهوة بتحفز حاجة اسمها الادرينالين في الجسم، والادرينالين ده هو اللي بيساعد جسمك على انه كده يستعد لبدء التمارين الرياضية. ده غير ان فيها كافيين زي ما قلنا، والكافيين بيرفع الاداء الرياضي بنسبة بتوصل من 11% ل 12%. وعلشان كده لو انت هتلعب رياضة، يبقى قبل ما تلعب رياضة بنص ساعة تشرب فنجان القهوة، هتلاقي ان انت اديت احسن اداء في الجيم، ولعبت بافضل طريقة، والمستوى البدني بتاعك ارتفع جدا. رابع حاجة مهمة جدا في القهوة، انها بتحارب الاكتئاب، وبتساعد الشخص على انه كده يحس ان هو مبسوط قوي، وبتحسن من الحالة المزاجية. مش بس كده، دي بتقلل من الاحتمال بالاصابة بامراض كتير زي السكر والكانسر والزهايمر والشلل الرعاش. وبكده يبقى احنا عرفنا ايه هي المميزات او الفوائد اللي انا باخدها من القهوة لما اشربها. طيب هو هل القهوة ليها اضرار؟ يعني هل انا اخاف من حاجة في القهوة؟ هي الاضرار بتاعتها الحقيقة يعني بسيطة، او مش زي ما الناس متخيلة. اول حاجة طبعا ان القهوة بيبقى فيها نسبة عالية جدا من الكافيين، وبالتالي فهو ممكن يعمل لك شعور بالقلق او بالارق، وعلشان كده النصيحة انك ما تشربش قهوة ابدا بالليل. يعني لو عايز تشرب ممكن تشرب فنجان الصبح اول ما تصحى، او زي ما قلت تشرب فنجان قبل ما تلعب رياضة، لكن بلاش خالص ان انت تشرب القهوة وانت داخل تنام، لان ده هيأثر جدا على
النوم بتاعك والراحة أثناء النوم. تاني حاجة بقى مش حلوة شوية في القهوة، إنك كل ما بتشرب قهوة كتير جدا بتقل عناصر في جسمك مهمة، ومن أهمهم الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين بي 1. وعلشان كده النصيحة إنك تكتفي إنك تشرب فنجان واحد بس كل يوم مش أكتر من كده، هتبقى أخدت الفايدة بتاعتك منه، وفي نفس الوقت جسمك يعني مفيش عناصر قلت فيه، لأ أنت محافظ على جسمك بامتصاص العناصر الصح، وفي نفس الوقت أنت بتشرب الحاجة اللي هتفيد جسمك منها. نيجي بقى لتالت نقطة، وهي ايه التكنيك اللي انت تشرب بيه القهوة علشان تاخد منها افضل فايدة. خليني اقول لكم يعني معلومة يمكن مش كتير مننا يعرفها، وهي انه القهوة المفروض انت تشتريها صحيحة، يعني مش مطحونة، تشتريها صحيحة لان هي بتبقى فيها كامل العناصر الغذائية بتاعتها والمغذيات النباتية ومضادات الاكسدة، وتطحن كمية على قد ما انت هتشرب مثلا خلال اسبوعين او خلال شهر. اللي بيحصل لما القهوة بتطحن انه بيدخلها اكسجين كتير، والاكسجين ده بيدمر مضادات الاكسدة وبيدمر المغذيات النباتية، وعلشان كده مش المفروض الاكسجين ده يقعد كتير فيها. فافضل حاجة انك تشتري قهوة صحيحة وتطحن شوية بشوية على قد الاستخدام، بمعنى انك تطحن مثلا الكمية اللي هتقضيك اسبوعين تلات اسابيع وتشتري تاني صحيح وتطحن. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة، وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة متنسوش لايك سبسكرايب شير فيديو في كل حتة، واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.